معظمنا قد قرأ مقالات وشاهد أفلاما وثائقية تتحدث عن اصطدام النيازك بالكواكب. في حال اصطدام نيزك يسير بسرعة الضوء بالأرض، ما الذي يحدث؟ هل خطر ببالكم من قبل؟ فلنشاهد سويا في هذا الفيديو ما الذي كان ليحدث. يطلق اسم نيزك أو حجر السماء على المواد التي تسقط على سطح الأرض من الفضاء. تخترق آلاف النيازك الغلاف الجوي الأتموسفير سنوياً. 500 منهم يلامس الأرض على هيئة نيزك، أي الحال الصلبة غير المتبخرة بعد للأجرام السماوية. معظمها تكون متجهة نحو الغلاف الجوي بسرعة ما بين 11 إلى 70 كيلومتراً في الثانية. يتفتت قسم كبير منها ذائباً في الهواء بسبب الحرارة الناتجة عن الاحتكاك الشديد. حسناً، لو افترضنا أن هذه النيازك اصطدمت بالأرض بسرعة الضوء، ماذا سيحدث؟ أولاً، لا يمكن لأي جسم ذي كتلة أن يتحرك بسرعة الضوء. الوصول بسرعة الضوء يعني اصطدام جميع عناصر النظام الشمسي ببعضها البعض. لا بأس، فلنتخيل معاً أن نيزكاً ما وصل إلى سرعة الضوء. مثلاً لنقل أننا ألقينا نيزكاً نحو كوكبنا بسرعة 3000 كيلومتر في الثانية. هذه السرعة تعادل فقط 0.9% من سرعة الضوء، مما سيؤدي إلى حدوث تفاعل نووي عالي السرعة في الجو، أي أن هذا النيزك سيتحول إلى رماد قبل أن يقترب من سطح الأرض حتى. ولكننا لن نستسلم هنا، سنتابع التخيل. تخيلوا معي أن هذا النيزك اصطدم بالأرض. في لحظة الاصطدام سيولد طاقة تعادل الطاقة التي يمكن أن يسببها سلاح نووي آلاف المرات، ولن يبقى أي أثر لمنطقة الاصطدام. كل ما افترضنا وقوعه إلى الآن هو في حال اصطدام نيزك يسير بسرعة تعادل 0.9% من سرعة الضوء. سينتج عن ذلك ما قد لا يقاس بأضخم الأبعاد. بتعبير آخر، ستكون النتائج خيالية بتأثير الاصطدام. الأحجار المتواجدة على سطح الأرض ستشكل قناة على شكل مخروط. اسمعوا هذا أيضاً، الطاقة التي سيولدها الانفجار ستفتح حفرة عميقة في سطح الأرض، وستتمكنون من رؤية الحمم التي تغلي في عمق هذه الحفر. حتى إن هذا الاصطدام يمكنه أن يولد 50 ضعف الطاقة التي ولدها النيزك الذي كان السبب في انقراض الديناصورات. هذه الطاقة قد تقضي على جميع أشكال الحياة في الكوكب. هذه المرة فلنرفع السرعة إلى 99.9% من سرعة الضوء. الجزيئات الذرية التي تحمل كل منها 25 تريليون إلكتروناً ستسبب تجاذباً بين القمر والأرض. هذه الكمية من الطاقة ستسبب فجوة ذات أبعاد ضخمة، وسيستمر سطح الأرض بالذوبان حتى يختفي نهائياً. فلنقترب أكثر من سرعة الضوء. هذه المرة فلنضف لنيزكنا من سرعة أسرع كتلة صنعها الإنسان على الإطلاق، الصاروخ. تعادل سرعته 99 ووحدات تصل إلى 22 من الرقم 9 على اليمين من سرعة الضوء. لا يوجد نيزك بهذه السعة التي لا تستطيع أكثر تقنيات الحواسيب تطوراً رصدها، لذلك لا نستطيع تخمين الموقف بشكل تام. ولكن فلنحاول مجدداً تبسيط الأمر. سيخترق النيزك الغلاف الجوي بكل سهولة، من ثم سيختفي خلال ثوان معدودة ملامساً القشرة الأرضية. ستبدأ سحابة ضخمة من البلازما والأشعة بالتطاير بدءاً من لحظة ملامستها للقشرة الأرضية. بعد حوالي 40 ملي ثانية سوف تتباعد باقي المناطق البعيدة على هيئة سحابة متوهجة. نتيجة لذلك سوف تصبح الكرة الأرضية أكثر حرارة وتوهجاً من الشمس.
بالمختصر، سوف ننقرض قبل أن نلحظ أي شيء. هذه الطاقة سوف تفجر الأرض التي ما زالت في حالة سحابة البلازما. ستتكون سحابة من الغبار تحجب أشعة الشمس، بينما موجات البلازما ستمس أسطح الكواكب الأخرى. بعدها سيعم صمت عميق لا نهاية له.